نشرة إخبارية وهذه عناوينها. تخصيص 11 طنا من الأدوية للتكفل بالحجاج الجزائريين وتوزيعها على الملحقات الطبية التابعة للبعثة. الأمين العام للأفلان يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما لقواعد اللعبة الديمقراطية. أهلا بكم إلى تفاصيل هذه النشرة. بداية بالصحة، حيث خصصت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات 11 طنا من مختلف أصناف الأدوية لتوفير تغطية صحية شاملة لصالح الحجاج الجزائريين خلال موسم الحج لهذه السنة. وسيتم توزيع هذه الكمية من الأدوية والمستلزمات الطبية على الملحقات الطبية التابعة للبعثة، حيث توجد ملحقة مركزية وأربعة جوارية بمكة، وملحقة مركزية ملحقتين جواريتين بالمدينة، بالإضافة إلى أخرى بجدة ومستشفيين متنقلين. وفي السياسة، استنكر الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار صعيداني ما أسماه محاولات بعض الأطراف حشر الرئيس بوتفليقة في أزمة الأفلان من خلال الترويج لوقوف الرئاسة في صفه. عمار صعيداني جدد تأكيده أن أبواب الحزب العتيد مفتوحة للجميع، نفيا وجود أي نية لإقصاء معارضه. أحمد حفصي رصد تالي. فيما يتعلق بدعم الرئاسة لنا، نحن طالبنا بأن نقوم بالانتخابات والرئيس غائب، لكن هم الذين أصروا على أن لا يقيموا اللجنة المركزية حتى يأتي الرئيس. وبالتالي باللي ما يتعلق بدعم الرئاسة إلينا هو شماعة يلصق بها. فيما يتعلق بالإقصاء، ندينا وننادي وسننادي كل من يرغب في الالتحاق بنا يأتي معنا، هو معنا ونقوم مع بعض. لا يوجد من بيننا أو من معنا مطرود أو من يغلق عليه باب الحزب، باب الحزب مفتوح للجميع. وحول رئاسية 2014، شدد الأفلان على لسان أمينه العام على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها احتراما لقواعد اللعبة الديمقراطية. عمار صعيداني أكد أن الأفلان سيحرك آلته البرلمانية في الوقت المناسب استعدادا للاستحقاقات المقبلة عليها الجزائر. نحن مع رئاسيات في وقتها، نحن مع رئاسيات في وقتها، وهذا الأمر يدرس مع رئيس الحزب وأيضا مع اللجنة المركزية. هذا الأمر متروك دائما لقيادة الحزب التي تفصل في هذه القضايا المهمة وذات الأهمية. في اعتقادنا أن ما يتعلق بكون الأفلان يحضر، كون الأفلان سيقوم، كون إن كنت تقصد بمشروع الدستور، فمشروع الدستور لم يأتي بعد، لم يظهر بعد ولم تظهر عوالمه، معنى أشياء المتغيرات فيه والتي الأشياء التي سيحتفظ بها. لذلك فلن مثل الأحزاب الأخرى ينتظر أن يأتي هذا المشروع، ومن خلال عندما يأتي ومن خلال نوابنا والموجودين المتواجدين في البرلمان وفي مجلس الأمة سنعطي التوجيهات اللازمة لإقرار ما نراه نحن صالحا. أكدت رئيسة مجلس سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري أن الجزائر وجب عليها دخول عالم الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، خاصة منها الاتصالات المتنقلة الدولية، واعتبرت أن تأخر الجزائر سيشكل خطرا عليها، وأضافت أن الجزائر على استعداد لدخول هذا العالم التكنولوجي الجديد. هشام شريف والتفاصيل. الجزائر لازم تدخل لهذه التكنولوجيا هذه الجديده درك ولا من بعد، لازم نكونوا نحضروا روحنا باش ما تدخلش التكنولوجيا هذه الجزائر بلا ما نكونوا محضرين، لخاطر كان خطر. رفضت رئيسة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية زهرة دردوري على هامش الملتقى الذي نظم اليوم حول تقييس الاتصالات المتنقلة الدولية الخوض في موضوع مشروع القانون التمهيدي المحدد للقواعد المطبقة على نشاطات البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والمقترحات المقدمة في المشروع وكل ما يتعلق بموضوع الجيل الثالث رغم أهمية ذلك.
إلى قطاع التعليم، حيث يواجه تلاميذ الطور الابتدائي بولاية أضرار والبلغ عددهم 56187 تلميذا الموزعين على 332 مؤسسة ابتدائية، من بينهم 9634 تلميذا يلتحقون لأول مرة بمقاعد الدراسة إلى جانب 5830 تلميذ في المرحلة الابتدائية. يواجهون ارتفاع درجة الحرارة داخل قاعات التدريس بسبب نقص التكييف في أغلب المؤسسات وانعدامه في أخرى، مما قد يؤثر سلبا على النتائج الدراسية والعملية التربوية. وكانت فيدرالية جمعية أولياء التلاميذ قد طلبت الجهات الوصية بتكييف قاعات التدريس بكل المؤسسات دون تمييز، محملة مصالح مديرية التربية والجماعات المحلية مسؤولية معاناة التلاميذ سيما في الطور الابتدائي، خاصة بمدارس القصور النائية والمنطقية. وفي شان سوري، قال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري من فرنسا إن عدم الرد على الهجوم الكيماوي سيكون أخطر من الهجوم نفسه. وكان نظيره الفرنسي لوران فابيس شدد على أهمية الرد الرادع والعقابي على ما اسمه مجزرة الكيماوية. هذا وعززت القوات الحكومية السورية تحصينها على مداخل العاصمة السورية دمشق في وقت مبكر من صباح اليوم تحسبا لضربة أمريكية محتملة، ونشبت اشتباكات بين قوات المعارضة والجيش السوري في أحياء جوبر وبرزة والقبون ومخيم اليرموك في دمشق. هذا وأعلنت لجان التنسيق المحلية مقتل 67 شخصا في مختلف أنحاء سوريا يوم أمس. وفي ريف دمشق تمكن الجيش الحر من تدمير عربة بي أم بي أثناء التصدي للجيش السوري قرب مدينة زملكة. عودة إلى أخبار الوطن ومع الرياضة، حيث شهدت عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني ونظيره المالي المرتقبة هذا الثلاثاء ضمن الجولة 6 والأخيرة من تصفيات كأس العالم 2014، شهدت إقبالا محتشما حيث لم يتوافد الأنصار على شبابيك ملعب تشاكاغ التي فتحت على الساعة 9 صباحا، وذلك لتزامنها مع الدخول المدرسي وأيضا لشكلية المباراة للخضر المتأهل إلى المباراة الفاصلة قبل لقاء مالي. تفاصيل أكثر مع كمال مهوي. جيت من ورقلة، شريت تكيات، شريت ثلاثة ودرك زدت شريت ثلاثة. وش رايك الغاشي ما كاش؟ وش تقول لهم انت؟ وش نقول لك؟ هذا ماش شغل ما يهمش، بصح طالعين شوفوا فيهم طالعين يقولك ما يهمش. والله جيت مولية البويرة وجيت نشوف الماتش، وان شاء الله نتمنوا خير ونتفائلوا خير وان شاء الله نفوزوا. واش رايك ما كاش الاقبال تاع الغاشي؟ الجمهور جا مع الدخله تاع القرايه، وحنا معروفين بالمناصره تاعنا المنتخب الجزائري، وان شاء الله نتفائلوا خير. جيت من ولايه عين دفله وجيت شريت ربع تيكيات انايا واصحابي، وان شاء الله مازال نشريهم، راحين يعيطوا لي اصحابي وفي فلاجيري. الغاشي راهو قليل ماهوش كيما مؤلف، ما جاب يا ربينا يا كما كان عشينا في التيكي كان شويه غاشي، زادوا له شويه، زادوا له ديك 10000 الغاشي قل. كنا في الموعد احنا اليوم في صبيحه يوم الاحد هذا، وين فتحنا الشبابيك على الساعه 8 كما علناها، وبون كان توافد شويه ناقص في الساعه الاولى، ولكن رانا شاهدنا كان موجه تاع المناصرين، ونتمنوا يزيد العدد تاعهم باش ما نسمحوش للفريق الوطني ان شاء الله. ختم النشرة في أمان الله.